أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بياناً مشتركاً بشأن غزة، حيث أوضح البيان انخراط كبار المسؤولين في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. وأوضح البيان المشترك أن تلك المحادثات كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية. وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة تقدمت بدعم من مصر وقطر لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي وكذلك قرار مجلس الأمن. كما أوضح البيان المشترك أن كبار المسؤولين من الحكومات الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم.